هذه الباحثة كتبت في ضمن جهد في مؤسسة راند، كتبت كتابا بعنوان الإسلام الديمقراطي المدني. وفي دراستها هذه صنفت التيارات الإسلامية في العالم الإسلامي إلى 4 تيارات: الأصوليين، التقليديين، الحداثيين، والعلمانيين. طبعا هي لا تسمي هذه كلها تيارات إسلامية، ولكنها تتكلم عن النخب المثقفة في العالم الإسلامي. هي ترى أنه يمكن أن نقسم النخب المثقفة في العالم الإسلامي إلى 4 أقسام، هذه الأربعة: إلى الأصوليين الذين يريدون تحكيم الإسلام كاملا، وهم لا يرون مجالا للتفاهم مع الحضارة الغربية ومع السياسات الغربية، وهؤلاء عدو لدود يجب أن نحاربه بكل صراحة، وبالتالي هم يعلنون أن الأصولية عدو. أما الثاني فهم من يسمونهم بالتقليديين. التقليديون هم الذين يقرؤون الإسلام كما هو في كتب الفقهاء، ويتمسكون بالإسلام كما يعني وفق تعبيرهم بالتراث الإسلامي كما هو، ولا يقبلون الأفكار الغربية، ولكنهم ليس لهم جهد سياسي عملي على أرض الواقع، ولهم انتقادات على التيارات الأصولية. فوظيفة التقليديين في نظري هذه الدراسة هي أن يضعوهم في مواجهة الأصوليين. يعني الأصوليون والتقليديون عندهم مرفوضون رفضا باتا، وهم والفريقان عدوان، ولكن يرون أن للتقليديين وظيفة يمكن أن يستفاد منها، وهي أن يوضعوا في وجه الأصوليين فيقولوا هذا الذي قام به الأصوليون هنا مرفوض، وهذا مخالف للشرع، وهذا لا نقبله. وهنا في هذا المجال يعتمدون إلى حد كبير على بعض المؤسسات الرسمية، المؤسسات الدينية الرسمية بين قوسين الموجودة في بعض البلاد. يبقى القسمان الآخران وهما بالنسبة للغرب المفضلان: التيار الحداثي، الحداثيون والعلمانيون. تقول العلمانيون هم الأكثر قربا إلى الغرب، وهم جزء من الثقافة الغربية، ولكن مشكلتهم أنهم غير قادرين على تسويق أنفسهم في العالم الإسلامي، وبالتالي يكون الدور الأساسي للحداثيين. من هم الحداثيون؟ هم هؤلاء الذين يقولون نحن متمسكون بالإسلام ومتمسكون بشعائر الإسلام ونمارس شعائر الإسلام. نعم. الدين له لنا، والدين عندنا له قداسة عظمى، ولكننا قرأنا الإسلام قراءة معاصرة لا تتعارض مع الحضارة الغربية بل تتعايش معها، ويمكن أن يعني تسوغ وجود طريقة العيش الغربية. طيب شيخ أستاذ أحمد.